والحمد لله كنا داخلين عازمين راغبين نحقق واحد النتيجه ايجابيه نرجعوا بها الصداره ديالنا، والحمد لله داكشي تاثر لنا رغم العياء، رغم ان لعبنا نهار السبت ماتش كما شفتوا كان ماتش صعيب في تونس، وقدرنا اننا نجيو نربحوا بنتيجه 2-0، كنا نقدروا نربحوا بكثر، مي حتى النتيجه خلاتنا اننا نرجعوا للصداره، باقي عندنا ماتش ضد خريبكه ان شاء الله يكون خير، وان شاء الله كنوعدوا الجمهور اننا ان شاء الله البطوله 21.